كل من يحمل الهوية الوطنية العراقية ويقول أنا عراقي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، منتخبنا سيخوض تصفيات ومرحلة مهمة، والعراقيون ينتظرون الفوز والانتصار، ونحن كقادة وآمرين ومنتسبين نشد على المنتخب مدربا ولاعبين بأن يحققون للعراق نصرا عظيم يضاف إلى نصر البطولات العسكرية والأمنية. نحن العسكر معكم يدا بيد، تلعبون في ساحات الكرة ونحن نلعب في ساحات الميدان. الكل يقول لكم اليوم انتصار.